اللي بيكتب فيه هذا الدستور، لان دي مسألة مهمة جدا. لان انا لما يبقى في الوقت اللي احنا بنقول فيه دستور بيتعمل، وفي الوقت اللي فيه دعاية بتتعمل ان هذا الدستور بيحقق الحريات، ويطلع القانون 107 اللي بيجرم الاعتصام والاضراب عشان يكمل على القانون 34 لسنة 2011 اللي برضو كان بيجرم لنا الاضراب. فانت عايزني اصدق مين فيهم؟ عايزني اصدق الكلام المطاط اللي انت جايبه في الدستور واللي احنا هنقراه مع بعض كلمة كلمة؟ لانه زي ما الاستاذ محمد عادل بيقول، انا مش عايزة امشي ورا حد يقول لي اه او يقول لي لا. انا عايز افهم، عايز افهم انا لما بروح عشان اقول اه بقول اه ليه، وعايز افهم انا لما باجي لما عشان اروح اقول لا بقول لا ليه، عشان ما حدش يسحبني، عشان خاطر اقدر اكمل المشوار. لانه بغض النظر انه هذا الدستور اللي معمول له كل الزفه دي هيعدي، بس احنا مشوارنا ما خلص ومعاركنا ما خلصتش، واحنا مكملين، ولازم نبقى فاهمين ده كويس قوي. ولما اجي اقرا الماده اللي بتتكلم عن تنظيم النقابات، لازم اقراها في اطار محاوله تقويه الاتحاد العام ضد النقابات المستقله من قبل الحكومه واصحاب الاعمال. لازم ابقى بشوف انه رئيس مجلس الوزراء ده هو ممتنع عن ان هو يطلع قرار بتعديل المجلس القومي للاجور عشان تمثل فيه النقابات المستقله لصالح تمثيل بتوع الاتحاد العام. لازم ابقى شايف ده كويس قوي، ولازم اسال نفسي هو رئيس الوزراء والحكومه دي ليه مصر على كده، رغم ان الدكتور البرعي طلع قرار بتعديل التشكيل بتاع صناديق او هيئه التامينات. طب ليه رئيس الوزراء مصر انه يفضل نفس التشكيل اللي فيه الممثل الوحيد هو اتحاد عمال مصر، اللي الحقيقه عمال مصر حكموا عليه بالاعدام قبل 25 يناير وبعد 25 يناير، وعندنا اصحاب الاعمال دلوقتي بيحاولوا يحيوه هم والحكومه، وبنشوف في تصريحاتهم في كل حته السويدي وغيره بيتكلم طول الوقت على انه يا جماعه احنا وبتوع اتحاد العمال هنتفق، انتوا زعلانين ليه؟ وطبعا هو مبسوط ببتاع اتحاد العمال اللي قاعد معاه بقاله 6 اشهر ولغايه دلوقتي ما بيطلعش قرار بحد ادنى للاجور في القطاع الخاص اللي هو بيمثل 75% من عمال مصر. لازم نبقى شايفين الدستور ده في هذا الاطار، لازم نبقى شايفين الدستور ده في اطار ما قام به عبد الفتاح ابراهيم واحمد خيري اللي الحكومه اختارت ان هم يبقوا ممثليننا في لجنه الدستور. الناس دول اللي مثلوا ان هم انسحبوا من لجنه الدستور عشان 50% عمال وفلاحين، هم نفس الناس دلوقتي اللي هم بيقولوا قولوا يا عمال نعم للدستور. طب انت عايزنا اصدق انا واحد فيهم؟ عايزنا اصدق ان انت قلت انسحبت وقلت انه هذا الدستور فيه حقوق انتقصت للعمال، ولا عايزنا اصدق وانت بتقول لي لا؟ لما انت شايف انه في حقوق انتقصت للعمال بتقول لي قول له نعم ليه دلوقتي؟ ما تقول لي كلام معقول افهمه، ما تقول لي كلام مبني على بعضه. يا اما الدستور ده فيه حقوقي وانا مستعد اروح اقول له نعم، يا اما الدستور ده ما فيهوش حقوقي، وبالتالي لما انت تبقى بتقول لي قول له نعم تبقى انت كذاب، وانت كما هو تاريخك دايما منحاز للدوله، والدوله هي اللي بتمشيك مش العمال، ولا قواعدك هي اللي بتمشيك، وعشان كده الدوله دي عايزاك، وعشان كده الاصحاب الاعمال عايزينك، لانهم اكتشفوا انه نار عبد الفتاح ابراهيم ولا جنة النقابات المستقلة اللي رغم المشاكل اللي فيها الا ان هي لغاية دلوقتي بتقول ان هي اللي بجد بتدافع عن حقوق العمال وبتمثل العمال ومتمسكة بحقوق العمال. وان كان عندنا مشاكل محتاجين نحلها مع بعض، بس ده مش موضوعنا. وعشان كده بقول لما اجي اشوف الدستور محتاجة اشوفه في السياق العام. لما يجي في المادة بتاع الدستور اللي انا رفضتها في دستور 2012 في ماده 64، كان في جزء من هذه الماده بيقول لي الاضراب حق وينظمه القانون،
وفي الحقيقة احنا في دستور 2012 رفضناه وعملنا زفة 2012 وقلنا انه لان احنا عارفين كويس اول قوانين بتيجي تعمل ايه. قانون العمل الحالي وقانون العمل المطروح في التعديل بيحط شروط تخلي الاضراب في حكم المستحيل. وانا ما بقولش اي كلام، انا بقول كلام ليه دلائل. اضرابات والاعتصامات من 2000 نهاية 2006 لحد دلوقتي اللي هي الاف الاضرابات والاعتصامات، هم اضرابين اتنين اللي بينطبق عليهم شروط قانون العمل قانون 12 لسنة 2003. اضراب شركة طنطا للكتان اللي كان في الحقيقة ساعتها بداية النقابات المستقلة، وكان الجوهري بتاع النقابة العامة للغزل والنسيج رايح منظمة العمل الدولية وعايز يقول ان احنا مناضلين واحنا كمان بنقف مع الناس وبنساعدهم، فاعلن الاضراب كنقابة عامة ساعتها ولبسه بعد كده، لانه صاحب العمل قال لك وانت هتمشيني بمزاجك طب مانيش مديك حاجة، وفضل الاضراب شهور طويلة، وفضلت الاتحاد العام يضطر يدفع اجور العمال، ووزارة القوى العاملة ساعتها في وقت عيش عبد الهادي دفع جزء من اجور العمال، لانه هو ده الاضراب اللي اعلن عن طريق النقابة العامة واللي النقابة العامة وافقت عليه بتلتينها زي ما قانون العمل بيقول. الاضراب الثاني اضراب بريلي بتاع اسكندرية بتاع الكاوتش اللي كان السنة اللي فاتت. غير كده الاف الاضرابات والاعتصامات ما بينطبقش عليها شروط القانون، ومع هذا العمال كسروا القانون وعملوها وهيكسروا القانون وهيعملوها، لانه ده حقنا اللي احنا هناخده، لان ثورة 25 يناير نفسها كانت كسر للقانون اللي حطه حسني مبارك ونظامه. بس احنا واحنا بنقرا الحاجات نبقى شايفين ايه اللي فيها بالظبط. لما يجي في المادة بتاع حق التنظيم في الدستور، تعالوا نشوف مع بعض دستور 2012 المادة دي كان فيها مشكلة واحدة اللي هي كانت بتتكلم على حل النقابات بحكم قضائي، واحنا ساعتها كنا معترضين على ده وبنقول انه حل النقابات دي سلطة جمعية عمومية ما هياش سلطة لا قضاء ولا غير قضاء، اللي يحل اللي القضاء يحله مجلس الإدارة مش النقابة نفسها. وفي الحقيقة ان الجزء ده بالذات اتصلح في الدستور الجديد، بس باظت حاجات تانية. المادة 52 في دستور 2012 كانت بتبتدي بكلمة حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ولها شخصياتها الاعتبارية، ده اللي في الدستور العادي اللي بتتعد، ولها شخصياتها الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة لأعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. المادة كلها على بعضها كده كانت كويسه فيما عدا الجزء اللي احنا قلناه اللي هو اتصلح وبقيه الماده اتخربت، لان الجزء الاولاني اللي بيتكلم عن حريه انشاء الاتحادات والنقابات روح ولما احطه في الاطار الثاني بتاعه اللي هو لما يبقى في المادتين في الدستور اللي قبلها على طول بيتكلم عن انه المنظمات المجتمع المدني والاحزاب بتنشا بالاختيار، وما يقوليش رغم ان انا طلبت في الدستور اللي فات وفي الدستور ده انه برضو النقابات تنشا بالاختيار، يبقى هو متعمد انقاص حق من حقوقي. ولما يجي في الدستور الجديد ويبقى بيتكلم عن انه، تعالوا نقراها مع بعض. تنظيم 76، تعال نشوف المادة الجديدة في الدستور اللي هم بيقولولنا قولوله نعم. مادة 76، إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي،
واضاف الجمله دي اللي هي جمله بسيطه بس هيبقى لها تاثير كبير جدا على العمال، ولا يجوز انشاء اي منها بالهيئات النظاميه. ايه الهيئات النظاميه؟ هيئات النظاميه الشرطه والجيش، يعني زمايلنا العاملين المدنيين في الشرطه والجيش مش من حقهم يعملوا نقابات، يروحوا. ليه؟ لانه زمايلنا العاملين المدنيين في الشرطه لما عملوا نقابه مستقله عملوا مظاهره ووقفوا يقولوا عايزين حقوقنا من البهوات الضباط. فازاي انه العاملين المدنيين بالشرطه يطلبوا يقفوا يتجرأوا ويقفوا قدام البشوات الضباط ويطلبوا حقوق؟ لا، مالكوش نقابات اصلا، مالكوش نقابات اصلا. والاستاذه هدى بتقول ان عددهم 55,000. الجيش اللي احنا اللي في جدل كبير حوالين الاقتصاد، مشاركته في الاقتصاد قد ايه؟ في ناس بتتكلم بتبتدي من 15، في ناس بتقول 30، وفي ناس بتقول 40% من اقتصاد مصر تحت ايدين الجيش. كل العمال اللي بيشتغلوا في المؤسسات اللي تحت ايدين الجيش بالماده دي معرضين ان هم ما يبقاش عندهم حق في تاسيس نقابات. وفي بعض الناس بتقول انه طب ما هو لسه هينظموا القانون، ما احنا عارفين القوانين بتيجي تنظم لصالح مين، ما احنا عارفين الامتناع الى الان عن اصدار قانون الحريات النقابيه في مصلحه مين، وان هم حتى لو بحبحوا ايدهم شويه هتبقى عينهم على ان هم ينظموا في الحقيقه اتحادات ونقابات على هاء زي اتحاد عمال مصر، انه حتى يبتدي يحط لي قيود 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 بحيث انه انت مش انت بتقول عايز نقابات مستقله، طب ما هي النقابات المستقله بس انا هفرغها من مضمونها وهتبقى زي نسخه مشوهه من اتحاد عمال مصر، لان انا حاطط قيود عليها عشان تطلع نسخه مشوهه من اتحاد عمال مصر، ونبقى ما كسبناش الحاجه الاساسيه اللي احنا بندور عليها ان احنا يبقى عندنا نقابات بجد واتحادات بجد تدافع عننا وتدافع عن حقوقنا، مش نقابات ولا اتحادات اسمها بس مستقله. احنا بالنسبه لنا الاستقلال والديمقراطيه معناها ضمان تمثيل حقيقي للعمال. طيب عشان انا عندي دقايق معدوده، طيب تعالوا بالاضافه طبعا لماده المحاكمات العسكريه، وفي الحقيقه ماده المحاكمات العسكريه مش هتمس العامل مرتين، هتمس العامل كمواطن في الشارع، لانه لو اتخانق مع ضابط بلاش ضابط مع عسكري في الجيش ده معناه انه هيتحاكم عسكري، ممكن يبقى جاره في الجيش فبيتخانقوا اصله الغسيل بتاع مراته نقط على الغسيل بتاع مرات البيل باشا اللي تحت، فالباشا اللي تحت ما عجبوش فطلع يتخانق معاه، فبدل ما يبقى الموضوع ما بيني وما بين الباشا بقدم شكوى في اسم الشرطه واسم الشرطه بيبحث الموضوع والموضوع يمشي في شكله المدني حتى لو في اعتداء، لا هتحاكم محاكمه عسكريه بجد. الحاجه الثانيه اني هتحاكم محاكمه عسكريه وانا بشتغل، زمايلنا اللي في المصانع الحربيه واللي في كل المصانع والشركات اللي تابعه للقوات المسلحه هتنطبق عليهم الكلام ده، واحنا فاكرين كويس قوي بتوع احد المصانع الحربيه في اخر عهد مبارك لما زميلهم مات واضربوا عن العمل اتحولوا لمحاكمات عسكريه، بس في الحقيقه القانون ساعتها ما كانش سامح للدوله قوي، والقانون ده اتغير والدستور ده بيتغير دلوقتي عشان خاطر يحكموا القبضه كويس في الموضوع ده. الحاجه اللي بعد كده عندنا الماده 100 من الدستور الجديد، مادة 100 بتتكلم عن انه الدولة بتضمن انه احكام القضاء تتنفذ، وانه موظف الحكومة يتحبس لو ما نفذش حكم قضاء، واحنا كنا بنطالب من ايام دستور 2012 انه يبقى ده مش بس على موظف الحكومة، على اي حد. وبالتالي بالمادة دي عمال مصر حبسوا رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل وما قدروش يحبسوا صاحب ورشة مش رجل أعمال. كلنا عارفين إن عندنا أحكام قضائية بعودة زمايلنا للعمل وبحقنا في العمل وغيرها من الحاجات،
مش قادرين ننفذها وبيتضرب بيها عرض الحائط. مش انت بتقول ان انا دولة بحترم القانون وبحترم الاحكام القضائية؟ طب ما ما تحطها في الدستور، ليه قصرها على موظف الحكومة؟ ما تقول اي حد ما ينفذ حكم محكمة ما يتحبس. ساعتها ما كانش حد هيجرؤ ما ينفذ حكم محكمة لانه هيتحبس، بس هو مش عايز ده لان الدستور ده والحقيقة هو ما فرقش كتير في حقوق العمال عن دستور 2012، بالعكس انتقص زي ما شفنا، انتقص في حق التمثيل، انتقص في انه كان في مادة بتتكلم عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيمثل فيها العمال بنسبة 50% اتشالت، انتقص في حق التنظيم زي ما شفنا انه في رغم انه في حتة اتصلحت بس في حتة باظت. كان الدستور ده ودستور مرسي الاثنين حريصين قوي في كتير من المواد ان هم يضمنوا حقوق اصحاب الاعمال، انه محظور مصادرة الاموال ومحظور مش عارفة ايه ومحظور ايه في اكتر من 7 مواد في هذا الدستور. بس في الحقيقة ما حدش فيهم قال لنا انه لما يبقى صاحب العمل سرق فلوسنا من البنك وهرب يبقى ازاي انت بتحظر ان انا اصادر اموال. لما يبقى صاحب العمل، لما يبقى فيه اكتر من 4000 مصنع بيتقفلوا وعمالهم بيتشردوا يبقى انت ازاي بتحظر انه الدولة تاخد المصانع دي وتشغلها عشان تشغل العمال اللي فيها. والكلام عن تشجيع الاستثمار تشجيع الاستثمار تشجيع الاستثمار. وبعدين اخر حاجة هقولها استاذ محمد عادل عشان انا عارفة انه الوقت خلاص، تعالوا نشوف مع بعض المادة بتاع الحد الادنى للاجور. حد الادنى الاجر مادة 12. لا ده 12 دي بتاعت العمل مادة 27. مادة 27. اولا احنا عارفين وكلنا بنتكلم طول الوقت عن انه الحق الاجر العادل حق. اول لما يجي ينقل لي الحد الادنى للاجور من الباب بتاع الحقوق للباب بتاع المقاومات الاقتصادية لازم ابقى عارف انه بينقلني في حتة تانية، بينقله من حق بيربطه زي ما كان دستور مرسي ربطه. مش كان احنا معترضين على ان دستور مرسي بيربط الاجر بالانتاج؟ هو ده بيعمل ده بشكل مختلف. طيب تعالوا نشوف الجزء على طول بتاع في مادة 27 اللي بيتكلم عن الحد الادنى للاجر ونحطه في السياق العام اللي بيحصل. يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق ما بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون. طيب لما يجي يقول لي الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وعندنا حياة كريمة يعني إيه؟ في كل الاتفاقيات الدولية اللي موقع عليها مصر لما بيجي يتكلم عن حد أدنى بيتكلم عن إنه حد أدنى يكفل السكن والطعام والتعليم والمواصلات وحتى الفسحة حطنا والدواء والعلاج وكل الحاجات. أنا بني آدم بعيش وعندي أسرة محتاجة تسكن وتاكل وتشرب وتركب مواصلات وتتعالج لما تعيا، وعندي ولاد عايزة أعلمهم كويس عشان يبقى مستقبلهم قدامهم كويس، وعايز في الاخر اتفسح لانه ده حقي. كل ده مش موجود. ففي ظل كلام مايع بالشكل ده طلع لنا وزير في اخر عهد مبارك قال لك والله 200 جنيه ده حد ادنى كريم للاجور. مش كده؟ تمام؟ طيب اضرب بقى جنيه ونص في اليوم، تمام. وبعدين في ايام مرسي طلعونا قالوا لنا والله يا جماعه 700 جنيه بما فيهم حصه المعاشات ده حد ادنى كويس للاجور. وبعدين دلوقتي الحكومه دي بتقول لنا ده ال 1200 جنيه بما فيهم حصه اللي بتدفعها الحكومه للتامينات والمعاشات ده حد ادنى كويس للعاملين في الحكومه، وفي الحقيقه ان اصحاب الاعمال شايفين انه لا
انا مش هقدر ادفع 1200 جنيه وكان في كلام منهم على انه 700 جنيه كويسين للعامل في القطاع الخاص في الوقت اللي كلنا بنعيش الحياه وعارفين انه اقل بيت ما يقدرش يعيش اعتقد من اقل من 2000 جنيه دلوقتي. ففي الوضع ده الكلام اللي هم بيقولوه ده على فكره مش هيبقى مخالف للدستور، لان الدستور قال لك ايه؟ حد ادنى يوفر حياه كريمه. هم الحكومه، انت هتعرف احسن من الحكومه؟ الحكومه شايفه ان ده حد ادنى يوفر حياه كريمه. لو انت مش حاطط ضمانات حقيقيه وبجد بتقول انه الحد الادنى ده المفروض يوفر ايه وايه 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 وايه، هيبقى كل الكلام بيتلعب بيه. ولما بيتكلم عن الحد الاقصى في الحكومه بيطلع لنا الكلام بتاع الحد الاقصى دلوقتي. طب والله يا جماعه اصل احنا مش هنقدر نعمل حد اقصى في الحكومه كلها واحد، لا ده احنا هنعمل واحد لخمسه وتلاتين بحد اقصى شويه قالوا 50,000 وشويه قالوا 42,000 بس داخل كل مؤسسه، خدوا بالكم، وداخل كل مؤسسه احنا عارفين اللي بيشتغل في البترول غير اللي بيشتغل في القوى العامله غير اللي بيشتغل في وزاره التضامن، كل واحد بياخد اجر مختلف، وبالتالي التفاوت هيفضل زي ما هو. مش بس كده يا جماعه، لا ده احنا عندنا كفاءات في البنوك، احنا ما نقدرش نستغنى عن، احنا هنستثني البنوك من تطبيق الحد الاقصى، وفي الجيش وفي الشرطه وفي القضاء. طب خلاص شكرا، ما كده خلاص كده ما فيش حد اقصى، كده فرغ الموضوع من مضمونه، لانه في كل ماده من المواد بيحط حاجه اسمها وينظمه القانون وينظمه القانون وينظمه القانون، وما يحطش قواعد واضحه لكل حق من الحقوق. وبالتالي يبقى انا بالنسبه لي انا مش ضامن حاجه اصلا بالدستور ده بصراحه شديده. انت بتقول لي روح قول نعم للدستور، وانا في حاجات في هذا الدستور اعترضت عليها في الدستور اللي فات، واحنا كاتحاد مصر نقابات مستقله اللي انا ما ببثرش رايي دلوقتي عشان بس الامر يبقى واضح للناس، لانه هنشوف في وسط اللي قاعدين ناس بتقول نعم وناس بتقول لا، بس انا جاي اقرا معاكم المواد بتاع الدستور ونشوف هل هي فعلا بتحفظ حقوق العمال ولا بتحفظش حقوق العمال. في الحقيقه انا مش شايفه ان هي بتحفظ حقوق العمال، وشايفه ان هي بتنتقص للاسف الشديد من حقوق العمال، من بعض حقوق العمال اللي كانت موجوده في الدستور اللي فات. واحنا محتاجين نشوف الامر بالشكل ده عشان وانا رايح اقول اه او لا، او مش هتعب نفسي واروح ابقى شايف انا رايح بقول اه ليه وبقول لا ليه، واسفع على الاطاله. لا الحقيقه في مشكله حقيقيه انه طول الوقت ان احنا نستخدم ويحاول الضغط علينا بحجه الاستقرار وعجله الانتاج وغيرها من الحاجات. في الحقيقه انه لا استقرار الا باخذ الحقوق، يعني عايزني ابطل اضرب وعايزني ابطل اعتصم، اديني حقي. طيب لما انت تحط دستور ما فيهوش حقي انت متصور الاستقرار هيجي منين؟ ما هو محمد مرسي قال نفس الكلام، احنا كنا معترضين في دستور 2012 ان ما فيش حقوق للعمال والفلاحين وحقوق الفقراء بشكل عام، بس هو قال لك ايه؟ طب نعدها ونبقى نعدل بعدين. نفس الكلام بيتقال دلوقتي، احنا بنقول انه ما فيش استقرار الا لما ناخد حقوقنا، وانتوا سرقتوا حقوقنا في الدستور ده، عشان كده احنا بنقول لا للدستور ده بصراحه شديده، لانه الدستور ده فيه كلام مايع عن العمل. في الحقيقه احنا بقالنا سنين بنتكلم عن حق العمل لازم يبقى محدد ومين المسؤول عن هذا الحق، وانه اللي الدوله ما توفرلوش شغل يبقى في اعانه بطاله مساويه للحد الادنى للاجور، ما جابش سيره هذا الكلام. عن فكره الاجر انت برضو بتقول لي حد ادنى للاجور كريم، ما هو كريم دي مساله عايمه، كريم دي اما تيجي تقول لي ايام في اخر ايام مبارك انه الحد الادنى للاجور الكريم هو 200 جنيه وتقول لي اتفضل عيش بيه، وبعدين يجوا الاخوان يقول له 700 جنيه وتفضل عيش بيه، دلوقتي يجي يقول لي 1200 جنيه وتفضل عيش بيهم. طب انا هعيش بيهم ازاي؟ حتى ال 1200 جنيه القطاع الخاص رافض ان هو يطبقهم على القطاع الخاص، وفي كلام بيتقال 700 جنيه، وانا اللي بقول اللي بيقولوا 700 جنيه دول في الحقيقه يعني انا عايزه اشوف اي حد فيكم على راي عامل من العمال قال لهم خدوهم واصرفوا على بيتي. يعني في الحقيقه 700 جنيه ده كلام حتى عيب يتقال، لو اسره مكونه من 5 افراد هتاكل كل يوم كل واحد فيهم سندوتشين فول وطعميه الصبح والظهر وبعد الظهر، يبقى كل فرد عايز 6 سندوتشات، 6 × 5 = 30، قال لي سندوتش فول وطعميه بكام؟
بجنيه مش كده؟ لو ما كانش بجنيه ونص يبقى 30 في 30 يوم ب 900 جنيه، يعني 700 جنيه اللي هم بيتكلموا عنهم ما يكفوش بس سندوتشات فول وطعميه، فما بالك لا سكن ولا لما يتعالج ولا اولاده راحوا المدرسه ودفع مصاريف المدرسه الحكوميه اللي ما بتعلمش ولا اي حاجه في الدنيا. انتوا ما يقولوا كلام نعرف نصدقه، لما انت بتبقى بتقول لي كلام عايم ما يضمنش حقوق بجد، لما بتقول لي انه للعمال حق في الارباح واحنا عارفين انه اصحاب الاعمال دلوقتي مش راضيين ينفذوا القانون الحالي اللي فيه 10% نسبه للارباح، وانه الارباح دي قبل سنه 91 كانت 25%، يبقى معناها لما انت ما تحددش نسبه من الارباح معناها ان انت بتتيح فرصه للقانون ان هو ينزل هذه النسبه، لانه اصحاب الاعمال عايزين كده، اصحاب الاعمال عايزين يكسبوا وما يدفعوش للعمال حقوقهم. يبقى هذا الدستور دستور منحاز لاصحاب الاعمال تماما ومنحاز للبيروقراطيه المصريه في الوزارات والاماكن اللي فوق ضد العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصري بشكل عام، حتى لو حاولوا يعملوا شويه تعديلات في المواد الخاصه بالصحه او التعليم، بس مجمل الدستور وفلسفته في الحقيقه هي ضد الفقراء بصراحه شديده. طب يا فندم الكلام ده ممكن يعني جزء يتردد منه على كلام حضرتك ولا حضرتك في وزاره اخرى القائله ان كان هناك تمثيل العمال والفلاحين، ردك على الكلام ده؟ لما نبقى لما بقى بتكلم عن انه في 50 يبقى للعمال منهم 2، وانا بتكلم عن انه العمال 27 عامل في مصر لو حسبتهم باسرهم هيطلعوا قد ايه اصلا، هل ده تمثيل عادل؟ ده تمثيل ظالم. ده نمره واحد. نمره اتنين، مين اللي اختار ممثل العمال الحكومه دي؟ هي اللي اختارت رئيس اتحاد عمال مصر اللي العمال من سنين رفضوه واللي اشترك في موقعه الجمل اللي كانت بتحاول تجهض ثوره 25 يناير في الحقيقه، ولما جم ياخدوا من النقابات المستقله جابوا واحد بيقول على نفسه انا كنت سفير مفاوض في جامعه الدول. طب انت مالك ومال اتحادات العمال؟ انت مالك ومال العمال؟ هو ده اختيارات الحكومه، واختيارات الحكومه دي بانت في النتيجه النهائيه للدستور، ان الناس دول على الرغم من انهم اعترضوا على حاجه واحده هي تمثيل العمال والفلاحين، الا انهم رجعوا بعد كده بامر الحكومه بعد ما انسحبوا من اللجنه بتاع صياغه الدستور، رجعوا بامر الحكومه عشان يقولوا للعمال قولوا نعم. طب يعني انا اصدق انهي موقف فيهم؟ اصدق موقف احتجاجك وانسحابك من لجنه الدستور، ولا صدق موقف اللي انت بتقول دلوقتي قول للعمال قولوا نعم للدستور؟ فدول لا يعبروا عن العمال وليسوا ممثلين للعمال، دول في الحقيقه ممثلين للحكومه وسط العمال. طب شايف ايه برضه الكلام اللي اتقال ان احنا يعني نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها علينا ان نكون نعمل الدستور ولدينا مجلس شعب سينتخب يستطيع ان نعدل فيه من شعب الدستور؟ طب خلاص ما انتخبتش مجلس الشعب ليه على الدستور القديم ونبقى نعمل نعدل الدستور براحتنا؟ كان ايه مشكلتك في ده؟ يعني انت بتعدل في الدستور اللي انت عايزه ليك واللي يمكنك واللي يخلي الجيش دوله فوق الدوله، وتيجي على حقوق الناس تقول لهم لا استنوا بقى لما نيجي في مجلس الشعب ازاي يعني؟ ما ليه ما عملتش انتخابات بالدستور القديم ونعدل بقى على رواقه كده؟ طب احنا عاوزين برضه نقول يعني دي خطوه عدت خلاص، احنا لدينا اي حتى هذه اللحظه لدينا انتخابات بعد اقرار الدستور. ما ينفعش نصبر مثلا شويه نقول نعم وبعد كده نصبر وناتي لا ما ينفعش نصبر. ما ينفعش نصبر شويه لانه الممثلين دول مش هيبقوا ممثلين على الشعب، هيبقوا ممثلين عن الحزب الوطني واصحاب الاعمال، لانه دول اللي يقدروا في الحقيقه يصرفوا على الانتخابات. مين في العمال ولا الفلاحين ولا الفقراء دول يقدر يصرف على الانتخابات؟ سكتهم ماشيين الى فكره الانتخابات الفرديه مش حتى انتخابات القوائم، ومفيش لا عامل ولا فلاح هيجي في الحقيقه في هذا الظرف. اللي هيجي احمد عز بعد ما اتبرأ، واللي هيجي اصحاب الاعواب والعينين وغيرهم، او يعني في احسن تقدير حتى لو ما جوش باشخاصهم هيجي ناس بالنيابه عنهم هم هيدعموهم عشان خاطر يخشوا يدافعوا عن السياسات والقوانين اللي تنفعهم مش تنفع لا العمال ولا الفلاحين. فاحنا ماشيين في سكه غلط في الحقيقه، زي ما مرضناش نصبر على مرسي وقلنا هو ماشي في سكه غلط وبيخرب في البلد، احنا برضو بنقول ان دول ماشيين في سكه غلط وبتخرب في البلد.